بتصور إن زار هوكشتاين أم لم يزر مش راح يغير شيء عنا، يعني بمعنى مش هوكشتاين الحفاظ على الثروات والإرادة الوطنية غائبتين بلبنان، يعني ما في إرادة بلبنان. في خضم الخلافات الدائرة بين لبنان والعدو الإسرائيلي حول حقل كاريش والترقب الحاصل إثر زيارة الوسيط الأمريكي في مفاوضات الترسيم أموس هوكشتاين، كشفت مصادر دبلوماسية غربية لصحيفة الراي الكويتية أن حزب الله أبلغ هوكشتاين أنه في حال بدأت السفينة إنرجين باور بضخ وسحب الغاز من كاريش قبل تبلور المفاوضات فإن الحزب لن يتردد في استهدافها بشكل مباشر. وفي هذا الإطار قال الكاتب والمحلل السياسي فيصل عبد الساتر في حديث للجديد: هذا أولا يعني من حيث المبدأ هذه الصحيفة ليست لها أي مصادر جدية ولا يمكن الاعتماد على صحة معلوماتها يعني بالأصل، وبالتالي مثل هذا النوع من الأخبار تفتقد إلى الدقة والموضوعية والصدقية في هذا الإطار. ثانيا حزب الله كان موقفه واضحا منذ اللحظة الأولى وهو ينتظر الآن أن ينجلي الموقف اللبناني وأيضا أن يتبلغ لبنان الرد الرسمي من الوسيط الأمريكي بعدما ذهب لتبليغ أو لإبلاغ العدو الإسرائيلي فحوى الرد الشفهي اللبناني، وعليه لا يمكن أبدا بأي مقياس من المقاييس فعل الشيء ونقيضه في آن معا. فحزب الله ينتظر موقف الدولة اللبنانية والدولة اللبنانية تنتظر الرد الصهيوني عبر الوسيط الأمريكي هوكشتاين، وهوكشتاين إلى الآن لم يأتي إلى لبنان ولم يبلغ لبنان أي شيء. هذه الرسالة التي وصلت إلى هوكشتاين عبر المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم دفعت العدو بحسب الراي لرفع مستوى التأهب الأمني، حيث يستعد الجيش الإسرائيلي لمواجهة ضرب حزب الله منصة التنقيب وفق ما أكدته هيئة البث الرسمي الإسرائيلي كان، وهو يحمي المنصة في قلب البحر من خلال مركبات بحرية فوق وتحت المياه بمساعدة غواصات. هلأ فيما له علاقة بنسب الرسالة التي أبلغت قبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم إلى الوسيط الأمريكي وبموافقة الرؤساء الثلاثة، أنا أعتقد أن مثل هذا الأمر يعني إلى الآن لم نسمع به، وبالتالي يعني يسأل يعني سعادة مدير عام الأمن العام عن مثل صحة هذه الأخبار إذا ما كانت صحيحة أو غير صحيحة. أما من حيث المبدأ لا أعتقد أن مثل هذا الأمر قد حصل الآن، وبالتالي لا يمكن حزب الله أن يستبق القرار اللبناني حول طبيعة المفاوضات وما وصلت إليه، وبالتالي عندئذ يبنى على شيء مقتضى. يأتي ذلك وسط تشكيك بحيادية الوسيط الأمريكي، خاصة وأن مشروع الرئيس الأمريكي جو بايدن وفق ما أكدته صحيفة الديار هو إقامة حلف إقليمي تكون إسرائيل فيه وعنوانه مواجهة التمدد والنفوذ الإيراني. من هنا لفتت الديار إلى أن هوكشتاين الذي قتل مع الجيش الإسرائيلي كيهودي لن يخرج عن سياسات بلاده ومشاريعها في ضمان مصالح إسرائيل. إلى ذلك لفتت الصحيفة إلى أن زيارة هوكشتاين لم تقدم أي جديد، بل كرر على مسامع المسؤولين أنهم لن يتمكنوا من الحصول على النفط إذا لم يتخذ القرار الجريء بإنشاء صندوق مشترك بين الدولتين برعاية الأمم المتحدة أو واشنطن وتوزيع الحصص عليهما وفق المعلومات التي يخفيها المسؤولون اللبنانيون عن الشعب بحسب الديار. بعدما يعني يثبت أن هذا الأمر ذاهب في هذا الاتجاه فهذا لا يحتاج إلى إبلاغ رسالة في هذا الإطار، فالرد سيكون وحكما سيكون وحتما سيكون، وهذا حزب الله أعلنه بشكل واضح وجلي وهذا يعرفه العدو. هوكشتاين الذي ذهب ولن يعود بحسب الديار خلال هذا الصيف لتكون إسرائيل افتتحت موسم التصدير في أيلول المقبل، أدار ظهره إلى لبنان عمدا الذي يلعب الوقت ضده لصالح العدو. وفي حال طال انتظار الجواب الإسرائيلي على اقتراح الجانب اللبناني أكدت الديار أن المقاومة لن تنتظر كثيراً.